هذا الكتاب يعني القراءة الأخرى للكتاب كيف تحقق طبعا إرادة بتنفض الفريق بكل شيء مواكبة دولية في الوكبة أو مواكبة من مصالح في المغرب مصالح كل الإدارات كل ما يمكنش يصير الفيلم دعم الذي يقدم كان حظي أن أكون يعني أو عينت أو كان تعييني لإنشاءة المطار طبعا بعد اتفاقية أوسلو في نطاق اتفاقية أوسلو كان أول شيء يعني رمز للسيادة الفلسطينية هو المطار بطبيعة الحال استعمله أول بدرجة أولى من طرف رئيس المرحوم عرفات كان لازم التنقلات تكون بالجو وماشي عن طريق البر هنا كنا مؤهلين لهذه المهمة أول شخصين في المجال نظر للعلاقات الدولية العالمية مع مطارات العالم والخبرة اللي كانت بإنجاز المطارات في المغرب والخبرة الكبيرة اللي عند الأطر اللي اشتغلت فيها أنا المطار اشتغلت عليه يعني تقريبا شخصيا 10 سنوات ليس فقط إنشاء المطار تكوين فلسطينيين لتشغيل المطار تشغيل المطار تكوين شركة الطيران الفلسطينية ومن بعد هذا كله بطبيعة الحال ساهمت في خلق وكانت باسم القدس بتذكروا مسرحية الزعيم كان مدخولها $1,000,000 لصالح أول دينار كما قال المرحوم الحسن الثاني أول دينار في كانت باسم القدس إذا مساهمتنا كانت يعني متواضعة ولكن كانت يعني تتحقق السيادة للفلسطين بالنسبة للاتفاق الأصول اللي كان بكل أسف نتمنى أن الدور تسمح وإعادة إنشاء المطار بناء المطار.